نرحب بك في الحساب الشخصي لموقع ديفيو. في ظل الإرشاد هذا سنشرح لك وظائفه كاملة. داشبورد، لنبدأ التعرف على الموقع من قسم داشبورد. بعد فتح الموقع سترى 5 أدوات مباشرة. هيا لنعرف ما تظهره كل أداة منها. تحتوي My Split Status على أداتين، تظهر Available Split عدد Tokens Split المتاحة في الوقت الحالي للسحب. تظهر تيت Total Payout Split عدد توكنات Split التي تم سحبها بالفعل. تظهر Split License Status مقدار استخدامك لحد الترخيص الخاص بك الذي يمكنك زيادته ورفع الحد لديه في أي وقت من خلال النقر على زر Increase License. تحتوي Split License Usage على عدة مؤشرات في داخلها. Total Split Limit تظهر عدد توكن Split التي يمكنك الحصول عليها بموجب ترخيصك بما في ذلك التوكنز المستلمة بالفعل. Available Limit تظهر عدد توكن Split التي يمكنك الحصول عليها، فيما تظهر Used Limit عدد توكنز التي حصلت عليها بالفعل طوال الوقت. Global Split Status تظهر عدد توكنز Split العالمية الموجودة حاليا في السوق. تظهر Reward Per Split عدد ألتما التي ستحصل عليه مقابل الاحتفاظ بتوكن Split واحد في الوقت الحالي. تظهر Current Halving Period عدد توكنز ألتما في الوقت الحالي التي تدخل السوق يوميا. يحتوي قسم Next Halving على معلومات حول عدد الكتل التي ستحدث في الهالفينج التالي. بالتمرير لأسفل سترى أداة تحتوي على قواعد الهالفينج Halving Rules. نحب التذكير بأن عدد ألتما التي يتم إصداره في السوق يوميا ينخفض كل 10 ملايين كتلة. بحلول عام 2028 سيدخل توكن واحد ألتما يوميا إلى السوق. هذا هو السبب في أنه من المنطقي شراء ترخيصا في أقرب وقت ممكن والبدء في الحصول على توكنز ألتما كل يوم في محفظتك. في الأسفل سترى التراخيص وقود سبلت المتاحة للشراء. في علامة التبويب ليجندري برومو سترى التراخيص المتاحة كجزء من ليجندري برومو الذي يعد عرضا خاصا في بداية المبيعات. من خلال شراء هذه التراخيص ستحصل على 4 أضعاف للحد الأقصى لشراء قود سبلت و4 مرات أكثر من توكنز ألتما. ماي لايسنسز، ننتقل إلى القسم التالي من القائمة هو ماي لايسنسز. في هذا القسم سترى لايسنس كيز وتجد قائمة بالتراخيص المشترى ويمكنك تفعيلها. في علامة التبويب Activation History يمكنك العثور على معلومات حول مفاتيح التنشيط المستخدمة بالفعل الآن. قسم License Keys يحتوي على المعلومات التالية: رقم الأوردر، تاريخ الشراء، اسم الباقة، مفتاح التفعيل، مبلغ الأوردر، الحالة مفعلة أو غير مفعلة. قسم Activation History يحتوي على جدول فيه البيانات التالية: تاريخ التفعيل، مفتاح التفعيل، الحجم الحد الأقصى لشراء العقد. My Contracts، ننتقل للقسم التالي وهو My Contracts عقودي. في هذه الصفحة يمكن العثور على المعلومات التالية حول العقود: رقم الأوردر، تاريخ الشراء، اسم الباقة، عدد سبلت ومبلغ الأوردر. كما ترى كل شيء بسيط. Smart Wallet، وهنا القسم التالي الذي يمكنك هنا تحميله محفظة سمارت على جهازك المحمول أو الموبايل. قسم Payout، لننتقل إلى قسم Payout وهنا ستجد المعلومات التالية حول Payout التي قمت بها: ID المعاملة، التاريخ، عنوان المحفظة، الحجم، الحالة، الهاش. Support، القسم الأخير في القائمة هو Support الدعم. يمكنك من خلاله التوجه إلى فريق الدعم الخاص بنا إذا كان لديك أي أسئلة. حسنا، قدمنا لكم باختصار موقع DeFiU. إذا كان لديك أي أسئلة فيمكنك دائما التوجه إلى فريق الدعم لدينا.